هبدأ هذه الحلقة وأتكلم عن رمز من رموز القلعة الحمراء. امبارح كانت ذكرى ميلاد أسطورة من أساطير النادي الأهلي، نجم الكبير كابتن الله يرحمه كابتن ثابت البطل، رمز الوفاء والانتماء والعطاء. كابتن ثابت تعلمنا منه عشق هذا الكيان، عشق النادي الأهلي. ثابت البطل زي ما كان سد منيع لمرمى النادي الأهلي، كان أيضا حارس، ولكن حارس لمبادئ النادي الأهلي، وواحد من أعظم من شغله منصب مدير الكرة في النادي الأهلي. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن كابتن ثابت البطل، رمز الانتماء والعطاء، ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. بطولة متنوعة مع الأهلي في تاريخه خلال 16 عام في حراسة مرمى الأهلي، سواء في الدوري أو كاس مصر أو حتى البطولات الأفريقية. بعد اعتزاله عمل البطل مديرا للكرة بالنادي الأهلي، ووافته المنية بعد صراع طويل مع المرض يوم 14 فبراير 2005، تاركا وراءه تاريخ حافل بالإنجازات سواء كحارس مرمى أو مديرا للكرة. الحقيقة دايما كابتن ثابت البطل في القلب، ورمز من رموز القلعة الحمراء التي ساهمت في إنجازات النادي الأهلي.